بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا التم الإنس والجن أن ينفعونك بشيء لم يكتب الله لم ينفعونك، وإذا التم الإنس والجن أن يضرونك بشيء لم يضرونك، طويت الصف وجفت الأقلام. تحية جلال وإكرام إلى كافة السياسيين العراقيين، وخاصة كركوك، عامة وخاصة كركوك، وعلى رأسهم الأسد الدكتور محمد تميم المحترم. لماذا نقول الدكتور؟ عندما يجيرك الوقت وتذهب إليه لا يقول لك من أي عشيرة أو من أي مكان أو انتخبت من، فهذا هو الجور الرجل الذين يعفون عندما يغدروا عن المظلوم. وثانيا، بسم الله الرحمن الرحيم، عيد من جديد، عيد. ندعو من الله أن يفوز الفوز الساحر إلى الدكتور محمد تميم، ويجير الذين لم يحصلون حقوقهم، كما جار الإمام الحمزة المسلمين عندما تكروا تحت أولهب أبو جهل، فصبع أبو جهل وقال: ردها أنا استطعت. فندعو من الدكتور الله، اللهم ربي يجعله رئيس وزراء ورئيس برلمان لإنقاذ هذا البلد العظيم. وأقول: بعض الناس يقولون تنازل محمود منيف عن ترشي انتخاب الدكتور محمد تميم، وأقول له كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. وأقول: والذي نفسي بيده لا أتنازل عن ترشيح الدكتور محمد تميم حتى يضعوني في القبر. وإلى تحية وإكرام إلى خطباء المساجد وشيوخ العشائر ووجهاء العشائر، أن يوجهون الناخب إلى من ينفع المصلحة العامة وليس الخاصة، وعلى الناخب أن يكون صادق، لا يقول لهذا وثاني يوم لذلك، أن يكون صادقا بما يقوله للناخب ماله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.